هل سبق لك وحاولت البحث عن الكنز التراثي في عمان؟ هل حاولت التعرف عن قرب وبشكل أكثر دفئاً وحميمية على مدينتنا الحبيبة عمان؟ هل سمعت بمسابقة سابع جار التي نظمتها همزة وصل؟ هذه المسابقة تعد ملتقى عمانياً يجمع كافة أبناء عمان من أجل فهم خصوصية المدينة وتعزيز الروابط التي تجمع المدينة بأبنائها من خلال التجوال في زواياها العريقة والبحث عن الكنز التراثي فيها. هاي المسابقة بننظمها بصورة دورية لسكان المدينة مشان يتعرفوا، أولاً يتعرفوا على بعض أكثر ويتعرفوا على البعد اللي مفقود عندهم من المدينة. يعني هم احنا هلا بنعيش في فراغ، بسبب مش فراغ، بنعيش في حلقة ضيقة بسبب طبيعة الحياة والضغوطات، بنعيش يعني في إطار محصور، وفقدنا علاقتنا مع حاضرنا ومع ماضينا ومع تراثنا بسبب مشاغلنا الكثيرة. فبنحاول كل فترة وفترة نعمل زي إعادة زيارة لكل ما يتعلق في المدينة وكل ما يتعلق في الناس فيها من خلال تنظيم هاي المسابقة. يوم كامل الناس أولاً بتعرفوا على ناس جداد، بروحوا على كل الأماكن اللي قد تكون قد أصبحت منسية أو إنها غير موجودة أصلاً في روتين حياتهم. سابع جار فتح الباب أمام 48 رجلاً وامرأة للتنافس على الكشف عن كنوز المدينة من خلال تشكيل سبع فرق يضم كل منها 4 أفراد، وتتميز كل فرقة بنكهة خاصة من التنوع ما بين أفرادها من حيث طبيعة العمل، الموقع الجغرافي، العمر، ذكر أو أنثى وغيرها، في محاولة لمحاكاة التنوع الذي تتحلى به عمان وتعكسه هذه الفرق بتنوع أعضائها. ومشاركة كتير حلوة، كتير متعبة، كتير فيها اكتشافات. من يعني حسيت حالي في عالم بلد جديد، مش بالأردن. انصدمت من مناطق لازمها اهتمام أكتر، أماكن ما بتوصلها السيرفيس. اكتشفت كتير أشياء حلوة، بس بشكل عام بغض النظر من تعب، من الأشياء المخيفة اللي عملناها استمتعنا. احنا نظفنا كرشات وروس عند أبو موسى بالبلد، وسوينا صفيحة بالأشرفية عند واحد كتير مشهور. يعني عملنا كمان إشياء غير إنه تعرفنا على الجبال وحلينا الكلوز، برضو طلعنا على محلات وتعرفنا على الناس وأخذنا مواصلات عامة وكان حلو. مسابقة سابع جار اليوم كانت بالنسبة لي يعني يوم من العمر، اكتشفت فيه شغلات كثيرة، حسيت فيه ترابط بعمان كثير كثير. أنا من النوع الكسول طبعاً، اليوم مشيت حسيت بطعم المشي، يعني إنه أنا لما بدي أروح أشتري أي مشوار لو بعيد عني 5 متر بطلع بالسيارة، فهلا صرت إنه أمشي، عرفت إنه في ترابط، إنه الجبل هذا بيرتبط مع الجبل هذا، الجبل هذا مكان. شغلة ثانية إنه العمانيين متعاونين، تعرفنا على ناس، اكتشفنا شغلات، مهن جديدة. يعني إحنا كنا نتوقعها أي مهنة عادية، بس بالمقابل لما ندخل عليها ونشوفها يعني نكتشف إنه في أسرار فيها وفي أشياء يعني حلوة فيها، خلونا انه احنا نشتغل معهم في هاي المهن. يعني تجربة كانت اكثر من رائعة. مسابقة خارجة عن المألوف في التنوع والمغامرة التي تكتنفها، فالكنز الحقيقي في هذه المسابقة هي كل عماني وعمانية، حياتهم، علاقاتهم الاجتماعية، وتراثهم، ماضيهم وحاضرهم، مع أشخاص لم يلتقوا بهم سابقاً طيلة حياتهم، عاشوا تجربة واحدة بمراحل متشابهة. مي السيلاوي لبرنامج دنيا يا دنيا عمان.